الفاتحة لسيدنا مولانا عبد الله الصديق الغماري الحسني ولأرواح آبائي وأجدادي ومشايخي وتلاميذه ومريديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، الجلسة 16 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود سيدنا سليمان بن الأشعث بن شداد السبستاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 75 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهي 73 عاما، ودفن بمدينة البصرة بجوار قبر سيدنا سفيان الثوري رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. الباب 8 من الكتاب 9، كتاب الزكاة، باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا: يسمى الحوار الحوارا ثم الفصيلة، إذا فصل يسمى الحوار، يعني أول ما يتولد يسمى الحوار، ثم الفصيل لما يتفصل عن أمه، إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، يبقى ما يبقى عمرها سنة وماشية في الثانية يسموها بنت مخاض، وإذا كانت إذا كان ذكر يبقى ابن مخاض، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحقة إلى تمام 4، يبقى في سنة أربعة يبقى حق، يبقى سنة تانية بنت مخاض، سنة تالتة ابن لبون، سنة رابعة حقة أو حق، حق حق وحقة، إذا كان ذكر يبقى حق وإذا كان أنثى يبقى حق، إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني، لكن الذكر ما يصلحش إلا لما يبقى 5 سنين في الجمال، يعني ممكن الناقة تصلح للحمل لما يبقى عندها 4 سنين، لكن الجمل لا يصلح ان هو يلقح ناقه الا لما يبقى عنده 5 سنين، يسموه جذعه او ثنيه، ولا يلقح الذكر حتى يثني، يثني يعني يبقى ثنيه ابل، وثنيه الابل 5 سنين، وثنيه البقر 2 سنين، وثنيه المعز 2 سنين، ثنيه يعني ايه طلع لها السنه نمرتين، هذه يسموها ثنيه، ويقال للحقه طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقها إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في 5 فهي جذعة حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6، وده اللي يصلح للأضحية، يبقى الجمل لو يضحي بيه لازم يبقى ايه؟ ثنية، يعني يبقى 5 سنين، تجيب جمل اقل من 5 سنين لا يصلح تضحية، ولا يصلح في الهدي في الحج ايضا، وهو يجزي عن 7، يجزي عن 7. فإذا دخلت في 6
وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية. يبقى الذكر يسموه رباعيا والأنثى رباعية لما يبقى عنده إيه؟ 7 سنين إلى تمام السابعة. فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة. فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه، يعني طلع حتى يدخل في العاشرة، فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد كده، ما يبقاش الاسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف 3 أعوام إلى 5 سنين والخلفة الحامل. كما نقول إيه؟ ناقة خلفة يعني حامل. قال أبو حاتم: والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي: إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع، لم يبق من أسنانها غير الهبع. والهبع الذي يولد في غير حينه، الهبع الذي يولد في غير حينه يعني ينزل قبل ما يتم سنة، لأن الحمل عند الجمال سنة تقريبا. وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود: يعني لما يفصل سنانه، يفصل سنانه يبدل. أنا نسختي إذا سهيل آخر الليل. ها؟ ده في الشعر: إذا سهيل أول الليل طلع، مش كده برضه؟ عندك أنت إيه؟ آخر الليل، اقرأ بقى في الهامش، يمكن في نسخ كده وكده. مفيش كده. ها؟ لم يذكر. على أي حال إحنا عندنا أول الليل، النسخة بتاعت المكنز، هي مراجعة لعدة نسخ على أي حال. نبقى نراجع ونشوف، يمكن في بعض الشروح يقول لك في بعض النسخ كده وكده. على أي حال دي تفسير علماء مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء بيبين لك الأحاديث اللي النبي قال فيها ابن مخاض بنت مخاض ابن لبوني، بس إنه إيه؟ اللي بيعرف الحاجات دي اللي بيربي الجمال بقى، اللي عايشين بيربوا الجمال تعرف. أنتوا عندكم جمال هناك في ماليزيا؟ ما عندكوش جمال؟ ولا حمير؟ لا حمير ولا جمال. لا في السودان بقى جمال كثير. السودان عندهم معظم تجار الجمال في مصر يجوا من السودان. معظم. بزنسي. أيوه. قال سهيل: كوكب لا يرى بخراسان ويرى بالعراق. قال الليث: بلغنا ان سهيلا كان وشارا على طريق اليمن ولوما فمسخه الله كوكبا. هذا كلام اساطير الاولين. ما بلغنا، بلغت كده اساطير. حكايه ان يبقى واحد ربنا يغضب عليه يخلوه مسخ كده زي قصه هاروت وماروت، دي كلها اساطير مكذوبه. باب المهم سهيل ده اسم يعني كوكب، مش كده برضه؟ اذا طلع يبقى يعني الابل اللي يبقى يسموه فصول او شيء من هذا، ما يجرش حاجه. باب اين تصدق الاموال. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. يعني تصدق الاموال يعني فين المكان اللي ياخد فيها جاب الزكاة من اهل الاموال، ياخدها منين؟ وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. يعني ما يقعدش المصدق في مكان ويقول للناس هاتوا لي أموالكم، يوم يكلفوا هم تكلفة نقلها وشحنها، هو اللي يروح يجيبها من دارها. لا جلب يعني ما تتجلبش ليه،
ولا جنبه وما يتجنبش هو في مكان يجيبه للحج. فهم؟ لا يجنب ولا يجلب ولا تؤخذ صدقتهم الا في دورهم، علشان ما تكلفش الناس عناء ان هم ايه ينقلوا ايه اموالهم الى مكان بعيد، وبعدين بعد كده المصدق ياخد وبعدين يرجعوا تاني. الناس بالطريقه دي تكسب، لكن جاب الزكاه هو اللي يروح لدور الناس ويتفقدهم وياخد الصدقات منهم. وعنه به قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق قولي لا جلب ولا جنب، قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها، ويقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه، يعني لا يتجنب في مكان بعيد ولا يجلب إليه الصدقة إلى موضعه حيث هو موجود، ولكن هو نفسه اللي يذهب اللي هو عشان كده بياخد أجر، هو من ضمن مصارف الزكاة والعاملين عليها، فالعامل عليها ده هياخد أجر منها، فيبقى يتعب شويه بقى، ما يتعبش الناس، كفايه ان الناس هيدوا له اموالهم. باب الرجل يبتاع صدقته، يعني انت دلوقتي تصدقت بشيء اديته لواحد، خدوا الواحد ده والحمد لله، بعد شويه ماشي انت في السوق لقيت الواحد ده اللي خد منك الصدقه دي بيبيعها، ينفع تشتريها انت منه؟ انت كنت لسه مديها له صدقة هدية، صدقة أو هدية، فهل تبتعها تاني؟ تبتعها يعني تشتريها، فهمت ازاي؟ ولا ده يبقى زي الراجع في هبته؟ ما أنا لما أدي لك أنا حاجة صدقة وأنت رايح تبيعها تلاقيني أنا اللي هشتريها، هترخصها لي بقى، ما هو في بيننا وبين بعض بقى عشم، تقوم تبيعها أقل من قيمتها، يبقى كأنك أنت راجع من جزء من هبتك، واضح؟ يعني انا اديتك جمل، الجمل ده يساوي مثلا 5000 جنيه، انا اديهولك مديهولك صدقه ورحت انت تبيعه، فلقيتني انا واقف بشتري جمال فقلت لك اشتري منك، هتقول لي خده باللي يعجبك، وانت حاسس ان لسه الجمل بتاعي ده انا مديهولك، فاخده منك ب 1000 ب 2000 وهو ثمنه 5000، يبقى كاني رجعت في جزء من صدقتي. عشان كده نهى النبي انك انت تبتاع، يعني تشتري ما تصدقت به، علشان ما تبقاش راجع في هبتك او صدقتك، خدت بالك؟ طب يا دكتور لو دفعت الثمن الاصلي ده، ابعد عن الشبهه، ابعد عن الشبهه، السوق واسع، اشتري غير اللي تصدقت به احسن. اصل حصل الحكايه دي مع سيدنا عمر، ادى فرس انا عند الواحد سابه، بعدين لقاه هيضيعه، يعني مش قايم بحقه لان الفرس يحتاج خدمه، فما خدموش كويس، فطالع يبيعه في السوق. سيدنا عمر صعبان عليه الفرس بتاعه، كان مدوله جاهد في سبيل الله، حاجه فرس حاجه فخم، فحب يشتريه تاني بقى سيدنا عمر عشان الفرس هيضيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان هو يعود في صدقه. سيدي المراد بالصدقه هنا عام من الزكاه ولا فقط الزكاه؟ الصدقه مطلقا سواء زكاته او تطوع، سواء صدقة فريضة أو صدقة تطوع أو هبة كمان أو هبة. باب الرجل يبتاع صدقته، يبتاع يعني يشتري، غير يبيع، يبيع يعني هو اللي هيبيع، ويبتاع يشتري، مش كده برضه؟ وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يبيع، حمل على فرس في سبيل الله يعني إداه واحد يركبه يحمله عليه في سبيل الله، أدي معنى حمل غيره على فرس له في سبيل الله، يبقى هنا الكلام بيبقى فيه إيه نوع من الاختصار اللي يفهم من السياق، حمل على فرس في سبيل الله يعني حمل مجاهدا على فرس له صدقة
يجاهد على ظهره في سبيل الله، ادي معنى الكلام. فوجده يباع، فبص لقى الفرس ده بعد ما خلصوا الغزو الراجل بيبيعه، فأراد أن يبتاعه يعني يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، لا تبتعه يعني لا تشترك ولا تعد في صدقتك. باب صدقة الرقيق، يعني هل وما معنى ولا تعد في صدقتك في صدقتك؟ لأنك أنت إذا ابتعته منه كأنك عدت في جزء من صدقتك، وهو الفرق بين الثمن اللي هيبيعه قيمته الأصلية، ولو شافك أنت هيبيعه لك برخيص، مش كده برضه؟ كأنه عاد في جزء من صدقتك، فالعائد في الجزء كالعائد في الكل. واضح؟ باب صدقة الرقيق، هل الرقيق أيام ما كان في رقيق يعني إماء وعبيد كانوا بيباعوا في الأسواق يعتبروا مال، هل فيهم صدقة عليهم زكاة يعني كزكاة الحيوان الموجودة المعروفة في الإبل كذا وفي الغنم كذا وفي البقر كذا أم لا؟ عند الشافعية والمالكية لا صدقة على الرقيق. باب صدقة الرقيق، وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى، لكن إمتى تبقى في صدقة على الرقيق بالإجماع؟ لو كانت عروض تجارة، لو تاجر، لو بيبيع الرقيق ده تاجر يبقى دي عروض تجارة، لكن لو عنده بيخدموه الرقيق ده بيخدموه للاقتناء يبقى لا زكاة فيه. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ابن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، ليه زكاة البدن؟ لأنه هم يجب النفق عليهم، فيبقى مالكهم يطلع زكاة الفطر ويسموها زكاة البدن، ودي بتخرج في آخر رمضان صاع عن كل إيه؟ عن كل من حضر رمضان والعيد، لكن لو مات قبل العيد لا صدقة عليه، ولو اتولد بعد هلال العيد لا صدقة عليه. كويس؟ قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. خلاص، يبقى ما كان بنية الاقتناء وليس بنية التجارة لا زكاة فيه. عندك 10 سيارات اقتناء بتركبهم لا زكاة فيه، لكن عندك 10 سيارات عارضهم للبيع تجارة تزكيه. واضح؟ الواحد مشتري يا دكتور بنية ان السيارة ممكن بتغلى، اختلطت نية الاقتناء ونية البيع تغلب نية الاقتناء، فإذا باع بعد كده يعني أنا اقتنيتها 10 سنين ما فيش زكاة 10 سنين، طرأ علي نية البيع بعت أطلع الزكاة من المبنى ليه؟ واخد بالك؟ طالما طرأت علي نية البيع. طب الاقتناء مالوش بطريقة ان حد يحكم العرف، الإنسان عنده 20 سيارة يقول لك ابن اقتناء أو أنا أحتاجهم. يا أخي هو مستوى الاجتماعي كده، يعني على حسب مستوى الاجتماعي متروكة للعرف، فإذا جاوز العرف يبقى مسرف، لكن لا زكاة عليه يبقى مسرف سفيه. يعني واحد عنده 30 عربية عشان كل يوم في الشهر يركب عربية شكل 30 عربية، كنت سامع مش عارف ان مالك بروني ده عنده عربيات اسطول سيارات، كنت قريتها مرة فيه. وده راجل مسلم، سفاه، هم زي اغنياء وكلها بس السفاه، ليه تبقى عندك اسطول سيارات؟ يبقى عنده سيارة يركبها مرة في السنة بس، يوم واحد في السنة من كثرة السيارات، وكل سيارة بتمن طيارة، طب ليه ده كله؟ اسمه سفاه، والمسلمين مش لاقيين ياكلوا، وبعض المسلمين بيموتوا جوعا، ما يصحش، مش كده برضه؟ باب صدقة الزرع،
اللي هي صدقة بقى ايه؟ الزروع. والزرع علشان يصدق لازم يكون ايه؟ زرع بواسطة آدمين. لكن اللي طالع كده الكلاء المباح بفعل الله لا زكاة فيه. يبقى لازم يكون مزروع ايه؟ بحرث آدم. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون. فما نقولش زرع آدم نقول حرث آدم. أحسن. باب صدقة الزرع. وعنه بإقال حدثنا هارون بن سعيد ابن الهيثم الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. يعني اللي يسقى بماء السماء بالمطر أو الأنهار اللي بتجري كده بتفيض ما تكلفوش بيشرب لوحده، والعيون النابعة أيضا تفيض فيشرب منها، أو كان بعلا، البعل اللي هو بيشرب بعروقه من غير سقي. في بقى أنواع من الشجر يبقى عروقها ضربة في الأرض مسافة طويلة حتى إن عروقها واصلة للمياه الجوفية تقوم تشرب لوحدها مش محتاج حد يسقيه، اسمه بعلي. يبقى ده بيشرب لوحده ما بيحتاجش يسقيه. يبقى البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني، جمع ثانية، السواني دي جمع ثانية، هي الناقة اللي بتحمل ايه اللي بيستقى عليها، تحمل إرب المية وتنقلها علشان تسقي، يسموها السواني، يسموها النطح النواضح، يبقى سواني ونواضح. وفي مصر نسميها احنا سوائي، سواقي جمع ساقية، واخد بالك؟ تقوم ايه يجيب الحمار او البقرة او الجاموسة تفضل تدور والساقية تلف كده، تقوم ايه تزرع تنقل له المية لمكان اخر. دي تكلفة، حاجات دي تكلفة. الوقت في الزمن بتاعنا بيجيب موتور ويوصل وصلة كهرباء ويعمل صيانة للموتور، يبقى برضه يطلع نصف العشر لأنه فيها تكاليف. طالما في تكاليف في السق يبقى في ربع في نصف العشر في الزكاة. وفيما سقي بالسواني، يبقى السواني جمع ثانية، وهي الناقة التي يستقى عليها أو النطح نصف العشر. وعنه به قال حدثنا أحمد. افرض إنك أنت عندك بتسقي مثلا ثلاث سقيات، الزرع ده يحتاج ثلاث سقيات، سقية منها بالمطر وسقيتين بالنطح، يبقى هتطلع ايه؟ هتطلع نصف العشر، وتطلع من ايه؟ هتطلع تلتين اللي طالع منه تطلع بدو العشر، لانه تلتين تطلع منه نصف العشر وتلته تطلع عشر. واضح؟ على حسب الله. يعني انا سقيت تلت السقي بالمطر وتلتين السقي بالنطح، او اروح مطلع ايه؟ اروح مقسم اللي طالع من الزرع ده تلت وتلتين، التلتين اطلع منه نصف العشر والتلت اطلع منه العشر، ولو العكس العكس. واضح؟ يقول ماء جاري بس عمله فيه انه يقص يعني يمنع الماء ورجعه المكان لمكان فقط، يحول بس، مجرد التحويل. اذا كان ده بيكلفه عماله وبيدفع اجر عمال خلاص، يبقى برضه نصف العشر. وعن ابي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. وعنه به قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال قال وكيع البعل الكبوس
الذي ينبت من ماء السماء؟ قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء، وقال نضر بن شميد البعل ماء المطر. يبقى دي تفسير، والكابوس الذي ينبت من ماء السماء يعني. وعنه به قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا. دي من النوادر يعني. يعني هنا خذ الحبة من الحب يعني ايه؟ يعني الزكاة من جنس الخارج منها، ما تاخدش القيمة. هتاخد زكاة حب يبقى حب، زكاة غنم تبقى شيات، زكاة إبل تبقى إبل، وهكذا. فهم؟ يعني ما تاخد الزكاة من جنس مالها. زكاة الذهب تبقى ذهب، زكاة الغنم تبقى غنم، زكاة الزرع تبقى زرع من جنسه. قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر، مصر اللي هي بلدنا دي احنا قاعدين فيها. قثاء عارفين القتة؟ قثاء زي الخيار كده بس طويلة شوية ومقلمة كده، شفتها انت؟ اجيبها لكم، ده انا مرة جبتها السنة اللي فاتت ليكم بعد صلاة الجمعة وريتها لكم. لو في قتة في السوق اجيب لكم كيلو قتة فرقكوا عليها. لسه حاجة طويلة كده اهو زي الخيار، تشبه الخيار، عارفين الخيار؟ طيب حاجة زي الخيار وتلاقيها مقلمة كده، خط أخضر غامق وخط أخضر فاتح. كويس؟ فاكهة ولا ايه؟ فاكهة؟ خضار. يعني تعتبر زي الخيار من جنس الخيار. الخيار ايه، فاكهة ولا خضار؟ لا من جنس الخيار. واخد بالك ازاي؟ سيدنا الشبلي كان مرة ماشي في سوق بغداد فسمع الراجل بتاع الخيار بيقول الخيار بدرهم، فقال إذا كان الخيار بدرهم الأشرار يبقوا كام؟ فهو بيقول لك شبرته يعني أسهم، شاف قتاية أسهم الشبر، شبرت يعني بالشبر. قثاءة بمصر 13 شبرا، لا 13 شبر. الشبر حوالي 20 سنتي، الشبر حوالي 20 سم يعني. لا قتاية جاية من مصر حاجة بتاعت ايه، حاجة كده بركة. شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. لقى البعير دي ثمار كده عاملة زي الليمون الكبير، نسميه احنا لارنج، مش كده برضو؟ عارفوا اللي هو او يسموه ايه اللي هو بيعملوا الرجيم وياكلوه، يسموه ايه عندنا في مصر؟ المهم حاجه اسمها لارين كده، ده حاجه زي البرتقال كده. جريب فروت، حاجه كده كبيره كده من جنس الموالح. فبيقول لك شاب برضو ايه اترجة قسموها نصين بقت على الجمل، كل نص على الجمل عدل بعضها، يعني حاجه اترجة كده يعني حاجه تملى القعده اللي احنا قاعدين، حاجة نادرة يعني. دي من نوادر ايه الزراعة. الناس اللي بيشتغلوا في الزراعة بيبقى عندهم كده نوادر، حاجات كده بتمر بيهم، حاجات عملاقة، يجي يزرع حاجة ليها عملاقة، ده حاجة سبحان الله. ففي من العجائب دي موجودة يعني. باب زكاة العسل. العسل ده من النبات، لأنه أصلا رحيق نبات زرع يعني، يتحول داخل الفراشة إلى سائل عسل. وإحنا عندنا الزرع يخرج زكاته، الزروع اللي بتقتات وتدخر. طب ما هو العسل يدخر ويقتات، هل يبقى فيه زكاة ولا ما فيهوش؟ فهمت بقى؟ الإمام أبو حنيفة عنده فيه زكاة، العسل فيه زكاة عند الأحناف، إحنا عندنا لا، الشافعية والمالكية والحنابلة ما عندنا الزكاة في العسل إلا لو كان تجارة، يبقى عروض تجارة.
واضح؟ لكن لما ابو حنيفه مثلا كل 10 ارم عسل يطلع ارم كده بالنظام ده بالعشر، لانه اعتبروا ايه؟ اعتبروا انه يقتات انه زرع، اصلا زرع هو يعني العسل مزروع ومتحول، واخد بالك، الى هذا السيد عن طريق طبعا النحل يعني. باب زكاة العسل، هنكتب زكاة العسل عند الأحناف، واخد بالك ازاي، وليست عند الشافعية ولا المالكية. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبته، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما حمل الوادي يعني إيه؟ يعني خلى ما حدش يرعى في الوادي ده عشان يحفظ له الزرع، عشان عنده منحل، يقوم النحل يطلع للزرع ده ياخد الرحيق يتحول إلى. وكان الراجل ده كل ما يجمع النحل بتاع العسل بتاعه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يديله العشر. كويس؟ فهل العشر ده زكى ولا العشر ده كان مقابل انه حمله الوادي؟ تحتمل وتحتمل. الشافعيه قالوا لا، ده مش زكى، ده دي مش زكاه. والامام ابو حنيفه اعتبرها زكاه. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله له فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. يعني سيدنا عمر ما شافش إن فيها صدق. كويس؟ قال له لو ادالك اللي كان بيديه للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى احميله ايه المكان البتاع الملحق بالمنحل بتاعه علشان النحل. كويس؟ وان ما اداش خلاص، ده شويه ذباب، ده عباره عن سائل طالع من ذباب من حشرات. يعني سيدنا عمر لم يرى انها زكاة لكن مقابل حمايه. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه قال: من كل عشر قرب قربة، من كل عشر قرب نحل يعني عسل يعني قربة، يبقى العشر يعني. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين، زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم، واديين يعني واديين مثنى وادي، يبقى كانت مقابل الحماية. وعن أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم. ونقف على باب في خرس العنب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان بكمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.